مشاهدينا جانا حواركم على الهواء مباشره، ومعانا حاله منورنا في الاستوديو ابطال مصر والجمهوريه للعب كمال الاجسام او رياضه كمال الاجسام. الحقيقه الرياضه دي رياضه مهمه جدا، بدات في اواخر القرن ال19 وبدايه القرن العشرين في مصر بالتحديد، واللعبه دي يعني ليها اقبال كبير جدا من الشباب. الحقيقه هنتعرف عليهم النهارده اكتر بالتفصيل. هم منورنا في الاستوديو كابتن هشام عاطف بطل كاس مصر في رياضه كمال الاجسام، اهلا بحضرتك. كمان منورنا كابتن محمد مجدي بطل جمهورية في رياضة كمال الأجسام، أهلا بيك. ومنورنا كمان كابتن نادي ناصر مدرب فتنس، أهلا بحضرتك. طبعا عايز أبدأ مع حضرتك كابتن هشام، ويمكن ليه اخترت رياضة كمال الأجسام بالتحديد وإحنا عارفين إن هي رياضة صعبة إلى حد كبير جداً. مش بس كده، هي رياضة مكلفة جدا للاعب، لأنه بيحتاج يمشي على تمارين معينة، مش بس كده لازم يمشي على نظام غذائي معين أكيد ومكملات غذائية. عايزين حضرتك تعرفنا ليه يعني حبيت إن أنت تنضم للرياضة دي في البداية، ومين شجعك، وأهم بقى التمرينات اللي ممكن تعملها للرياضة دي. هو الأول أنا بدأت الرياضة دي وأنا عندي 17 سنة. كانت دخلت الجيم عشان انا كنت ضعيف شويه، رفيع، كنت داخل عشان اتخن زي اي لاعب في الاول يعني. بعد كده اهتميت بقى بالرياضه جدا، لقيتها هي بتغير حياتي، بتخلي الناس تهتم بيا، بيبقى في ناس بتبص لي ان انا قدوه بالنسبه لها. بدات اهتم بيها اكتر في مجال التدريب، درست كتير في التدريب، ما اهتمتش قوي بالبطولات قد ما اهتميت بالتدريب في الاول. حبيت على طول تلتحق برياضه كمال الاجسام ولا شفت رياضات تانية الاول يعني؟ لا، هي كمال الاجسام على طول. مره واحده جداً. وانت عندك كام سنه؟ 17. 17 سنه. بس بدات بقى مدرب من 21 سنه. هي تمام. بس فهي رياضه بتغير حياه الشخص خالص، بتخليه يهتم قوي بصحته. التغذيه بتبقى مهمه جدا بالنسبه له، المود بتاعه كمان، المود بتاعه بيبقى أكيد كويس جدا. أكيد. جدا يعني، فبتطلعه من ضغوط. بتطلعه من ضغوط كتير. عايز اعرف يعني انت اكيد كنت وقتها لسه في المدرسه. أكيد. 17 سنه. فعايز اعرف كنت بتوفق ازاي بين الدراسه وبين التمرينات، وانا عارفه ان هي محتاجه تمرينات كتير زي ما احنا شايفين كده قدامنا في حضرتك في الجيم، فعايز اعرف ازاي وفقت بين الدراسه وبين رياضه كمال الاجسام لسه في البدايات يعني. يعني هي في الاول ما ببقاش بتدرب كتير يعني. اول ما كنت 17 سنه كنت بتدرب ساعه في اليوم، مش اكتر من كده. وكنت بتدرب 4 ايام في الاسبوع، مش كتير يعني. لكن طبعا دلوقتي بقى الوضع اختلف، فتره البطولات كمان بنتمرن كتير قوي، بنتمرن صبح وليل، بيبقى الضغط اعلى. لكن الاول بقى وانا في الدراسه كان الموضوع بسيط شويه. كان الموضوع بسيط. بسيط جدا. احنا لسه هنشوف بقى موضوع البطولات ده، بس اروح بقى للكابتن محمد. وعايزه اعرف كابتن محمد، يمكن لازم لاعب كمال الاجسام يكون عنده برنامج معين يمشي عليه، برنامج غذائي معين يمشي عليه، وتمرينات معينه لازم يمشي عليها. عايزه اعرف من حضرتك يعني اهم يعني الاغذيه اللي ممكن اللاعب الرياضي خصوصا لعبه كمال الاجسام يتناولها قبل التمرينات، قبل التمرين على طول وبعد التمرين. بص حضرتك، احنا قبل التمرين بنتناول مثلا حبتين قطعتين موز مع كوبايه قهوه. قطعتين موز يعني؟ اوكي. عشان بيدينا باور في التمرين. اوكي. تمام. وكان بالنسبه للتغذيه عامه عن اليوم، احنا بناكل من 6 وجبات ل8، يبقى فيهم 3 ل 4 بروتين، يبقى فيهم نسبه كارب بس نسبه قليله. يعني نسبه قليله من الكاربس ونسبه عاليه شويه من البروتينز. عشان ما جسمنا ما يكسبش فات اكتر. ما يبقاش فيه فاتس. تمام. طب البروتينز ايه بقى يعني؟ هل مثلا لازم تكون مشويه، حاجات خفيفه، ولا حاجات محمره بالزيوت وكده، ولا مسلوقه؟ التونه. اوكي، يعني اكل خفيف. اقدر اقول يعني ماشيين على رجيم. تمام. بس في نسبه بروتين اعلى شويه. يعني اسمع بقى ان يعني في بعض اللاعبين او بعض المدربين يقولوا لك احسن حاجه ان انت تروح الجيم تلعب وانت لسه مش واكل حاجه خالص. لا، دي حاجه صحيحه ولا حاجه لا غلط؟ لا، دي حاجه معلومه غلط. احنا لازم نبقى ناكلين قبل التمرين بساعتين، قبل عشان التمرين نقدر نكمل بساعتين. التمرين. اوكي. وفي ناس ممكن ان هي الحقيقه ممكن تتغدى مثلا او تتناول وجبه دسمه جدا وتقول لك بعد كده انا رايحه الجيم عشان احرق اللي انا اكلته ده، دي صح ولا غلط؟ لا، دي طبعا معلومه مش صح، عشان دي اصلا يعني مش هيدي لك باور في التمرين، هيبقى الجسم يعني تقيل شويه، ما ملحقش يهضم الاكل، مش هيدي لي باور قبل التمرين. جميل. اروح بقى لكابتن نادي، وعايز اسال حضرتك يعني اشمعنى برضو اخترت ان انت تكون مدرب فيتنس؟ والله هي الفكره كلها يعني ابتديت اللعبه ديت، ابتديت خلاني اخش جيم من 2010. الموضوع اتطور معايا من 2013. يعني كنت داخل الجيم ده كارير، اللي هو حابب ان شكلي يكون كويس، كنت رفيع جدا. الجينات عندي والسيمتري لقيتها كويسه. الموضوع اتطور معايا
من فتره للتانيه. اعتقد ان كلكم كنتوا رفيعين جدا عشان كده دي الخطوه الاولانيه اللي خليتكم تروحوا الجيم. في ناس بتروح الجيم عشان معظمكم كانوا يعني. انا كان وزني 55 كيلو. 55 كيلو بس دلوقتي ما شاء الله يعني 95. هو اي حد عامه بيخش الجيم فبيخش عشان يظبط حاجه لنفسه يعني. صح. لان في ناس بتبقى داخله الجيم وهي مليانه فعاوزه تخس. صح. في ناس تانية بتبقى رفيعه فعاوزه تتخن فهنا على حسب الشخص اللي داخل. طب معظمنا عايزين نخس الحقيقه او معظم الشباب اللي بيتفرجوا علينا عايزين يخسوا او شكلهم يبقى جميل عشان ده بيدي ثقه بالنفس. تمام. يعني ايه الحاجات الاولانيه كده لو يعني ممكن نبتدي بيها عشان يبقى شكلنا كويس نخس يعني. تمام. وفي نفس الوقت كمان يعني ما يبقاش فيه ارهاق على الجسم لان في ناس بتخش الجيم داخله قويه جدا وبعد كده يفاجئوا انه ما كانش المفروض يحصل كده ان بيحصل ارهاق شديد جدا للعضلات. هي الفكره كلها ان الشخص اللي بيخش الجيم بيخش بكل حماس يعني. أوه. بيبقى عنده دافع قوي ان هو عاوز يخش يعمل حاجه. صح. بالنسبه اللي هو عاوز يخس بقى يعني بالنسبه للناس اللي هي المليانه عاوز تخس. صحيح. بداخل ممكن في الحماس اللي هو داخل بيه واللي هو الموضوع شد قوي يعني ممكن يعمل بوزيشن غلط في اي مثلا تمرين معين يحصل له اصابه. فهنا بقى انت بترجع للعائد الرئيسي اللي انت لازم يكون معاك ترينر بحيث ان انت تاخد التمرين بتاعك الصح بالشكل الصح وبحيث ان انت يبقى ليك تمارين معينه لان مش كل الناس بتتمرن نفس التمرين. صح. في اجسام ليها تمرين وليها اكل يعني حتى الاكل نفس القصه يعني اكيد الشخص المليان مش هيبقى نفس الشخص يعني نفس الوجبات اللي الشخص بياكلها اللي هو رفيع. طب ممكن نعمل مع بعض التمارين كده المبدئيه للناس اللي لسه مبتدئه في الرياضه يعني حاجات خفيفه كده. والله احنا ممكن نعمل عمليه احماء بس لبعض التمارين. اتفضل حضرتك معانا. الناس ممكن ما تقدرش اللي هي تروح الجيم. ايوه. الناس اللي هي مثلا عندها مشكله او ظروف معينه اللي ما تروحش الجيم ممكن تعمل تمارين احماء في البيت وما يكونش عندها مشكله. يعني ممكن نبتدي مثلا ان احنا نعمل مشي. اطالات مشي بحيث ان انا الاطالات اللي هي ستريتشنج اطول نفسي بحيث ان لو انا ابتديت ان انا اعمل حركه ثانيه يبقى جسمي ما فيهوش اي يبقى فيه الانرجي اللي انا اعمل حاجه ثانيه. اوكي. البوزيشن الثاني اللي انا هفتح. طب دي الحركه اللي حضرتك عملتها المشي دي نقعد فيها قد ايه مثلا 10 يعني دقائق مثلا؟ لا مش 10 دقائق يعني ممكن من 3 دقائق ل 7 دقائق وانت طالع. أوكي. يعني على حسب الشخص اللي هو يعني في ناس اللي هي جسمها مليان شويه ممكن ما تعديش الخمس دقائق فعادي يعني ممكن يعمل بوزيشن ثاني غير البوزيشن ده. أوكي. فهو بعد الحركه يعمل اطالات ثاني للرجل. يعني في ناس ممكن تلعب سكوات وهي قاعده في البيت. يعني ممكن الناس اللي هي عندها مثلا مشكله في المفاصل, في المفاصل او عندها مشكله في الخلفيات او الاماميات ممكن تلعب سكوات في البيت واقف. اهم حاجه الحركه مع النفس. وممكن نلعبها 7 بحيث ان احنا نشغل خلفيه باماميه. ممكن العبها 11 شغل اماميات. واهم حاجه النفس في الحركه بحيث ان انا يبقى عندي باور وعندي نفس اطول بحيث ان انا اعمل حاجه ثانيه. وفي حاجات ثانيه بالنسبه لجانبيات البطن. يعني في ناس البطن دي مهمه جدا. البطن دي بقى المشكله عند الناس كلها يعني مش شرط يكون الشخص تخين. لا عند الناس كتير قوي. يعني بالنسبه في ناس على فكره جسمها متناسق جدا وتلاقي بس هي دي منطقه المشكلة. يعني بالنسبه لسفليات البطن سفليه البطن عامه اهم حاجه الوضع يكون كده. اوكي. يكون ممكن اثبت رجلي كده 10 دقايق 5 دقايق مثلا لمده مثلا 60 ثانيه مش هيستحمل 10 دقايق لمده 60 ثانيه. اوكي. ونغير الوضع تاني. بعد كده اخد نفسي وهرجع تاني بنفس البوزيشن بس هحرك رجلي. واهم حاجه مشط رجلي يكون مشدود. المشط رجلي يكون مشدود بالظبط كده بحيث ان انا العب على السفليه بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوكي تمام. وهرجع تاني اشتغل على الجانبيات. في ناس تانية برضو عندها مشكله في فم المعده. يعني دي اسفل المعده اللي احنا كنا لسه بنمرن دلوقتي. فم المعده بقى ممكن نشغلها بحاجه بسيطه جدا. في ناس عندها كرش كبير او معده كبيره ما تقدرش انها تطلع للاخر كده. ممكن تعمل حاجه تانية خالص. ممكن تطلع بدماغها بس. تلعب على الابس بدماغها بس. هتشتغل على الجزء العلوي كله. هتجيب المنطقه كلها. يعني تلعبها كده برضو هتشغل عشر. المنطقه كلها اللي فوق. وفي ناس تانية بتشتكي من الجانبيات. الناس اللي عندها ترهلات ممكن على طريقه سهله جدا. ممكن الجانبيات اللي هي الوسط. ممكن الوسط كده بالظبط كده. ممكن ابدا الاول عمليه احماء ليها 2 3 4 5 هنعد لحد 10 وبعد كده نرجع تاني نشتغل جانبيه. 1 اهم حاجه في البوزيشن دوت ما يكونش جسمي مايل لقدام. لازم ان يرجع لورا بحيث ان انا اشغل الجانبيات كلها واشتغل على صح. 1 2 3 4 5 اعد لحد 10 وبعد كده ارجع بنفس البوزيشن تاني للجنب اللي بعده. اوكي. 1 2
ثلاثة أربعة خمسة. أوكي. ده بالنسبة للمعدة والجانبيات وبالنسبة لأسفل البطن. في استرتشات تانية ممكن نعملها يا ريت بحيث ان الدراع بقى دايما يعني في بعض حتى الفتيات بتقول لحضرتك ان هي عايزه تعمل يعني شكل الدراع مظبوط من غير ما تعمل ماسلز عضلات. تمام. لان العضلات بيبقى شكلها مش حلو شويه مع الفتيات. اهم حاجه الاطالات، اهم حاجه الاطالات قبل ما اخش ان انا اخش اللي انا اعمل مثلا وضع على اي جهاز او اشتغل على اي جهاز في الجيم. لازم اعمل اطالات. الاطالات بتاعتي يعني الاطالات دي مبدئيا دايما في اي لعبه هنلعبها لازم نعمل ستريتشنج الاول العضلات او نعمل بحيث ان انا اتجنب اي اصابات واي مخاطر ممكن تواجهني. نعملها ازاي بقى؟ الاطاله الاولانيه هشد كوعي لقدام. ده من غير اي ماشين او حاجه، من غير اي من غير اي حاجه خالص، من غير اي ماشين اي حاجه خالص. أوكي. بالعكس واشغل الدراع الثاني اعمل اطاله. تمام. حركات بتوجع حركات مش يعني صعبه شويه للناس اللي لسه مبتدا. بعد كده اشغل دراعاتي. اهم حاجه البوزيشن بتاع الدراع يكون نفس الوضع ده بالظبط. حرك بنفس الوضع ده بالظبط مفروض كده. لان بنشوف ناس موطيه شويه، في ناس بتوطي وبتعمل كده. ايوه ده غلط. انت كده ما بتعملش اي حاجه، ان انت بتريح نفسك على الفاضي. لازم دراعك يكون مفرود بحيث ان انا اعمل انرجي للكتف وللدراع كله. اوكي بنفس الوضع. ايوه بعد كده ارجع تاني. هايل. بعد كده اشغل دراعي كده. انا بعمل اطاله للدراع كله بالكتف. ده كل ده قبل ما نبدا صح؟ كل ده قبل ما نبدا. لازم عمليه الاحماء في حاجه اسمها كارديو. دي بتشتغل عليها لمده من مده لا تقل من ربع ساعه لنص ساعه. يعني بتبقى على حسب بقى الشخص اللي داخل. فالفكره كلها ان لازم عمليه الاحماء ديت او الاطاله ديت عشان اتجنب اي اصابات، عشان ما يجيليش شد عضل، عشان ما يحصلليش اي تمزق. يعني افهم من حضرتك ان احنا واحنا لو حتى هنروح الجيم نعمل حركات اللي حضرتك عملتها دي قبليها بربع ساعه قبل وبعد كمان يعني وبعد كمان. تمام. يعني قبل وبعد بحيث ان انا خلاص عملت انرجي لجسمي واستفدت من التمرين اللي انا خدته في الموضوع. اوكي تمام. تمام. اخر حاجه نعملها عشان نشغل الدراع كله هنلعب ضغط. ضغط تقريبا معظم الناس قوي على لسه مبتدئين، معظم الناس بيقولوا ان الضغط صعب. لا هو مش صعب، الحاجه اهم حاجه تظبط بس دراعاتك. تمام. وتنزل للاخر كده وبمال الكوع فوق. ياه. وهطلع للاخر. ده سهل جدا. الموضوع مش صعب خالص. واحد. انا كده بشغل جسمي كله. ايوه تمام. انا بشغل الشيست وبشغل التراي والبايسب وبشغل الشولدر وبشغل الساعد. الضغط بيشغل كذا حاجه وبيشغل كمان خلفيه الظهر. تمام. جميل. 2 3 طبعا العدد على حسب قدرات الشخص بقى او قدرات الشخص اللي بيلعب ضغط. لو لسه مبتدئ فمش لازم يكون لسه مبتدئ الشخص يعني هو كده كده مع تدريجا مع الوقت هيعد عدد اقوى يعني. كل ما ده كل ما الليفل بتاعه بيعلى. هي دي جميل. بالنسبه للاطالات اللي ممكن الشخص يعملها. جميل والله. يعني حركات كلها بسيطه وسهله ممكن احنا طبعا نبدا بيها حتى قبل ما نروح الجيم. ممكن حركات بسيطه نعملها في البيت حتى يعني. تمام. كل الاشخاص بيبداوا بالحركات دي. اكيد اكيد. هنطلع حالا نشوف راي الشارع بقى في الرياضه.